ها يلا احط خلاط، احط الجبنة الكيري 4 حبات. الاضاءة هنا اشوف كيف خلت الكاميرا، شكلي بطفيها السناب الجاية. 4 حبات جبن كيري، اذا زدتوا 5 بالكثير. اوكي، واحدة، ثنتين، ما بطول عليكم، بفتح اللعبة بسكر والسناب الجاي اكمل. طب نكمل، شايفين اصبعين الزبدة ذابت بحرارة الغرفة. 4 كيري سكر، 3 ملاعق، يفضل ان يكون مطحون، اصبعين السكر مطحون. 3 ملاعق كبيرة سكر، هذا السكر اورجانيك. 3 رشة ملح، ملح بس رشة شوية. طيب نجي للحليب الباودر، حليب البودرة، وين نفس الملعقة اللي فيه، 4 أو 5 ملاعق، 1 2 3 4 5. طيب البيكنج باودر نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، بس ما بحطه الحين بعد ما اطحن هذا. وين الغطاء؟ قدرت احط غطاء الحليب، الله لا يبلانا. الحين شوفوا سويت اول واحدة، اخذ من العجينة شوي، شوفوا كيف صارت العجينة تجنن صدق، يعني اضيفي عليها دقيق الين تتماسك، شفتوا ما احتاجت الخلاط، زبدة والمكونات اللي قلت لكم، بعدين حركتها كذا بالملعقة، بعدين اضفت عليها الدقيق شوي شوي، يعني في احيانا ياخذ 2 كوب، احيانا 2.5 كوب، المرة هذه 2.5 كوب. العجينة شايفة تسوين فيها كذا، بعدين شوفوا التمر كيف كورته، تحطينه يا حلوة كذا وتغطين عليها بكل سهولة. العجينة خرافية خرافية، ترى بيكون ألذ معمول تسوونه في العيد، لا تشترون ولا شيء، أقسم بالله يجن. هذه لزقت، ها وشيلي، شايفة كيف؟ إيش رأيك؟ شوفي كيف؟ يلا 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 كلكم سووا معمول هنودتكم، يلا قوام قوام سووه كلكم للعيد وبالعافية عليكم. كيف؟ الله ريحته خرافية، ايوه مستوى، ها شوفوا كيف؟ يا سلام سلم، معمول العيد، معمول العيد.